السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي الأعزاء، مرحبا بكم في قناة مطبخ أمينة المراكشية. نحضروا كيكة الحامض الرائعة، كتجي خفيفة ومسفجة وعالية في الحجم وفي نفس الوقت لذيذة، بلا صوص بيضة، والطريقة بسيطة. نخليكم مع القدير وطريقة التحضير. ما تنسوناش اضغطوا على الزر الأحمر أبوني وديروا جيم، نخلطوا في القناة ديالي يوصلكم كل وصفات جديدة. بسم الله. بالنسبة للمقادير كنحتاجوا عندنا هنايا البيض، بالنسبة للبيض 5 البيضات يكون على حرارة الغرفة. دائما البيض نخرجوه من الثلاجة، نخرجوه من الثلاجة تقريبا ساعتين 3 تسويع باش كتجينا الكيكة ناجعة. عندي كذلك قشور تاع الحامضة، كناخدو قشور ديال الحامضة وكنبشروهم، ديال وحدة ولا تجوج تقريبا، هي معلقة صغيرة عامرة مزيان. عندنا الحامض معصر، بالنسبة للحامض معصر أي الليمون في الدول العربية، تقريبا نص كوب ناقص شوية 80 مليلتر. عندي كذلك نص كوب ديال الحليب، عندي كاس الا ربع ديال الزيت تقريبا 150 مليلتر ديال الزيت، عندي السكر 250 غرام ديال السكر، كاس تقريبا كاس ونصف ديال السكر، عندي كذلك معلقه كبيره ديال الخل، فانيا معلقه صغيره، عندي ساشيه نتاع 8 غرام، جوج ساشيات تقريبا 16 غرام، عندي كذلك الدقيق، بالنسبه للدقيق 3 اكواب ما يعادل تقريبا 300 غرام. بسم الله. كناخذوا هاد 5 ديال البيضات كيف ما تلاحظوا من هذا الشكل، كنحاولوا نطربوهم 5 البيضات هما، كناخذوهم دائما. بالنسبه لهذا البيض دائما بالنسبه لهذا البيض تيكون على حراره الغرفه، تنطربوا البيض هي شويه، من بعد كنصبوا هاد السكر الخشن وكنحاولوا نطربوا الكل بهذا الشكل. من بعد ما طربنا بعد الشيء كنصبوا هنايا فانيا، انتما كتلاحظوا فانيا هي، كنصبوا قشور ديال الحامض، بسم الله، كنحاولوا نطربوا بعد الشيء. من بعد ما طربنا بعد الشيء كان كذلك كناخذوا الزيت، كنصبوا الزيت بسم الله على بركة الله، الزيت هانتوما. من بعد كنصبوا هاد النكة ديال السيترون الحامض هيا، وهذا بالنسبة لهاد النكة اختيارية، يمكن لكم ديروها يمكن لكم ما ديروهاش، ولكن كتضيف واحد اللذة كتجي رائعة بزاف وبنينة بزاف، هذا اختياري. اللي متوفر عندو اللي متوفرش عندو ما يديرهاش. بسم الله. من بعد ما طربنا الان غادي نحاولوا نصبوا كذلك الحامض، ها هو كيف ما قلت لكم 80 مليلتر تيجي بنينه. بالنسبه لهذا الحامض كتجي واحد اللذه بنينه بزاف، النكهه ديال الحامض. عندي معلقه كبيره ديال الخل كذلك، ها هي معلقه كبيره. بعد ما مزجنا الكل الان غادي نحاولوا كذلك نصبوا الحليب، انتما كتلاحظوا وكنمجو الكل. من بعد ما مجنا الكل على هذا الشكل انا غادي نحاولوا نديروا النواشف. بالنسبه للنواشف غادي نديروهم هي بالسباتولا، كناخذوا هذا الدقيق، هو الدقيق دائما تيكون مغربل هذا الشكل، وكنصبوا فوقه الخميره ديال الحلويات وكنمجو الكل. بعد ما صبينا هاد النواشف اما كنطربو بالطرب اليدوي اما كنديرو هاد السباتولا، دائما كنمجو من الفوق للتحت مزيان، كنبقاو كنمجو على هاد الشكل حتى نحصلو على المزيج اللي بغينا. دائما كنسخنو الفران، كيكون الفران سخون مزيان وكنقصو عليه النار تتكون تقريبا ديك 170 درجه، وكنراقبوها دائما. الكيكه ما كنحلو عليها حتى تتمر عليها تقريبا 35 دقيقه، عاد من بعد راه كتستغرق الوقت تقريبا 45 ساعه حسب الفران اللي عندو الفران. بسم الله. كنمزجو مزيان. بسم الله. بعد ما مزجنا الكل كيف ما سبق ليا قلت لكم، مزجنا الكل مزيان اما بالطراب اليدوي اما بهاد السباتولا. كناخذوا هاد المول، بالنسبه لهاد المول درت ليه الزبده ودرت ليه كذلك شويه الدقيق باش ما يلصق لينا. هاد المول تيكون شويه كبير لان كتجينا واحد الكيكه رائعه، وكنصبوا فيها الكيكه. بسم الله.
بسم الله. بعد ما صبينا الكيكه في هذا المول، الان غادي نحاولوا ندخلوا الفران. دائما كما بقيت قلت لكم الفران تيكون سخون مزيان، من بعد كنقصوا عليه النار. ملي كلكم تشعلوها هي من التحت حتى تنفخ، وكتحاول تطيب من الجناب، كنشوفوا طيب من الجناب، من بعدها تنطفي عليها وكنشعلوها من الفوق تتحمر لنا، وكتجي رائعه. وما كنحلوش عليها كتمر تقريبا 35 دقيقه، الا حلينا عليها راه يمكن لنا تفشينا. الان غادي نحاولوا ندخلوها الفران. بعد ما خرجنا الكيكه من الفرن انتما كتلاحظوا كتجي مسفجه على هذا الشكل. كنحاولوا كنديروا ليها دائما تزيد حسب الذوق. بالنسبه ليا خديت كاس الحليب، درت فيه معلقه كبيره ديال المايزينا وتقريبا معلقه كبيره ديال السكر، ومزجتهم ودرتهم فوق النار حتى غلاو مزيان، ومن بعد صبيتهم على الكيكه. كتجي كيكه رائعه ولذيذه وبنينه بزاف. كذلك كنحاولوا نزينو اي نوعيه بغيتو. بالنسبه لهذا الشكل راه كيتباع عند اصحاب الحلويات، الشكل ديالو ها نتوما المنظر، كتجي رائعه هاد الكيكه وبنينه ولذيذه بزاف. الشكل النهائي ديال الكيكه كيف ما تلاحظوا كتجي على الشكل، كتجي رائعه وكتجي مسفسه مسفجه. كنتمنى تعجبكم وغادي تعجبكم، هي جربوها وبارطاجيوها مع الاصدقاء ديالكم في الفيسبوك والواتساب. وشكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.